Jim came in. اليوم تنحضروا هاد المناسبه ديال هاد الذكرى ديال الموسم ديال سيدي مسعود. مركز قبيل اذا غنديف كما كتعرفوا دائما كيتحتفل به في الاسبوع الثاني من اكتوبر، وهاد السنه كيف ما كتعرفوا مع الاسف جاء مع الوفاه ديال الحفيد ديالو اللي هو مولاي مسعود اغوزال، اللي هو رجل الكل تيعرفو اقتصادي اجتماعي، رجل اعمال ناجح في الحياه ديالو. وفي الحقيقه ما يمكنش لي نعبر على الكلمات اللي غادي يمكن نقول، ما غاديش يمكن نوفي ليه حقه، داكشي اللي قدم للمنطقه وداكشي اللي قدم لولاد المنطقه وكذلك الوطن الوطن. ولهذا ما عندنا الا ندعو ليه بالمغفره والرحمه ان شاء الله من الرحيم. مولاي مسعود اغوزال الله يرحمه، الله يجدع عليه الرحمه والمغفره. دابا راه الحمد لله ولادو جاو ووقفوا واحد الموقف حقيقه اللي تيوقف الوالد ديالو، ما غيروا حتى شي حاجه في النظام اللي كان تيدير مولاي مسعود الله يرحمه. ومولاي مسعود راه قدم واحد العادات ديال المزيه للقبيله ديال يدك النظيف، وانا بصفتي رئيس ديال الخيريه نقول لك 20 عام وانا الرئيس ديال الخيريه، ومولاي مسعود هو اللي بنى هذه الخيريه في 1980 فاش بدات، ومازال الان تعطي سبتو كل ديالها الحمد لله. وكان الدراري كلهم ولا البنات تيقراو ما عندناش فين نديوهم، وجا مولاي مسعود بنى هذه الخيريه وتيقراو فيها واحد العدد ديال الدراري، حتى لحقنا 240 بين الدراري والبنات اللي تيقراو هنا بالحمد لله. كان من رجال العظماء ديال المنطقه، كان معروف بالخير ديالو وبالمساعده ديال الفقراء وديال المدارس العتيقه والمدارس دور الطالبه وجميع الساكنه اللي كانت كتجي عنده. كما كان من العصاميين اللي انشا الثروه ديالو من لا شيء، وهو الحمد لله دابا خلى الخلف ديالو، وكنتمناو ليه الرحمه والغفران والسلوان باذن الله وشكرا.